عندنا مثل معروف يقول ربع تجمعوا ما ذلوا، ولكن بطل قصتنا لهذا اليوم شخص عظيم استطاع أن يسوي أشياء عظيمة على الرغم أنه كان الحالة. أهلا وسهلا فيكم وحييكم أينما كنتم وأينما تذكرون مقطعنا لهذا اليوم يا سادة كرام. قصتنا اليوم راح نتكلم فيها عن عبد الهادي العنزي رحمة الله عليه، أو كما يعرف أو كما يسمى بأخو عنقة. تحدث عن بطولة شخص أو شاب سعودي سوى شيء عظيم جدا في حرب عام 1948 واللي حارب فيها اليهود، وكانت في قصة له بطولية جدا ومعروفة. قبل لا نبدأ لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وقدمكم أبو عودة وبسم الله نبدأ. عبد الهادي باللافي العويفي الجعفري العنزي، أو كما يعرف باللقب المعروف والمتعارف عليه أخو عنقة. في عام 1948 والسنوات اللي تقريبا حولها كان العالم العربي عبارة عن دول مستعمرة هذا العالم. على سبيل المثال بريطانيا كانت محتلة العراق والأردن وفلسطين، فرنسا كانت محتلة سوريا ولبنان وكمان محتلة الجزائر، وباختصار كان العالم العربي عبارة عن دول مستعمرين هذا العالم وقاعدين ينهبون من خيراته. مر الوقت بدأت الثورات العربية تحصل عليهم، بدأوا يطردون الاستعمار ويعلنون استقلالهم، ولكن فلسطين كانت دولة نوعا ما متأخرة في الاستعمار، لأن كان الاستعمار البريطاني شاد مرة على الفلسطينيين وكاتم عليهم. والأمر اللي كان حاصل هو بكل اختصار أن الفلسطينيين ما كانوا مرتاحين، والبريطاني كانوا باختصار قاعدين يدخلون اليهود على فلسطين ويعطونهم أسلحة، واليهود حبة حبة بدوا يكونون عصابات وبدوا يسيطرون على مناطق في فلسطين على الرغم من البريطانيين اللي محتلة فلسطين. وفي عام 1948 أعلنت بشكل رسمي بريطانيا انسحابها من فلسطين، وفي هذاك الوقت أول ما أعلنت بريطانيا انسحابها أعلنت على طول العصابات اليهودية عن قيام دولة إسرائيل، وبريطانيا على طول اعترفت فيهم. طبعا ما كانوا متفقين أبدا ولا كان بينهم اتفاق. في هذاك الوقت زعماء العالم العربي أعلنوا النفير العام، وقتها كان الملك عبد العزيز هو اللي يحكم السعودية، وأعلن النفير العام في المملكة العربية السعودية، وأعلن الجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين. على طول انهالوا الناس وبدوا يسجلون أسماءهم علشان يشاركون في تحرير فلسطين. وعبد الهادي العنزي وقتها كان عمره تقريبا 25 سنة وكان من سكان حائي. عبد الهادي أول ما سمع بشيء اللي صار على طول راح ركض وسجل اسمه من ضمن الجنود اللي راح يشاركون لتحرير فلسطين. كان عنده نخوة العرب الحر الشريف اللي دافع فيها عن كل أرض وشبر عربية، ودقت طبول الحرب الجيوش العربية لحدود فلسطين وبدوا يعشقون أسلحتهم ويجهزون الذخائر. وبدأت الحرب الرسمية بين العرب والإسرائيليين عام 1948، وكان عبد الهادي العنزي تحت لواء، وهذا اللواء كان يقوده شخص اسمه اللي هو حسن بن يعيش العنزي، وكان حسن بن يعيش العنزي هو قائد اللواء، وكان من ضمن الاشخاص الموجودين اللي هو عبد الهادي، وكان عنده خويه اللي اسمه عزم الشمري. عزم الشمري وعبد الهادي العنزي كانوا متعرفين على بعض وكانوا اصدقاء مره مقربين من بعض. ولما وصلوا الى فلسطين وكانت تدور المعارك والحروب بينهم، كان قائد اللواء اللي هو حسن العنزي كان جدا يثق بعبد الهادي، لانه يعرف ان عبد الهادي شخصيه قويه جدا. كان اول شيء شخص ضخم البنيه وشخص فيه نشاط وقوه، وكان تقدرون تقولون عنه جبر، يعني شخص كذا عريض وضخم جدا، وبنفس الوقت كان شخص ما يهاب الموت، وكان له قصص وبطولات جدا عظيمة. وقال ان خلال هذه الحرب الحالة هو بس قتل تقريبا 39 يهودي، وكان من ضمن الاشياء يسويها ان اول ما ياخذ اليهود ويصيبه مثلا بالسلاح كان ياخذه ويطلع السكين حقته وينحره وياخذ دم اليهودي ويحطه على شاربه. كان عبد الهادي العنزي رجل شجاع بمعنى الكلمة، وما يدسم شاربه الا دم اليهودي. بفعل بدا القتال بين العرب واليهود واشتباكات يمين ويسار الى ان اعلنوا هدنة رسمية. وطبعا انا تكلمت عن الحرب هذه كاملة، كل الحروب العرب واليهود، موجود رابط المقطعين بالوصف، مقاطع مرة رهيبة ممتعة، صدقني ما راح تندم اذا شفتها، اتوقع اغلبكم شفتوها. المهم ان حصلت هذه الهدنة بين، وهذه الهدنة كانت هي سبب اصلا خسارة العرب، ولكن هذه قصة ثانية. احنا نتكلم عن قصة عبد الهادي. وكانوا الجنود السعوديين لما يطلعون من الثكنة العسكرية كان في قناص اسرائيلي من بعيد يطلق، وكان يسبب اصابات وكان مسبب صداع باختصار جدا كبير لهذا اللواء. فعبد الهادي راح الى قائد اللواء اللي هو حسن العنزي وقال له يا طويل العمر انا بروح وبقتل هذا القناص. فقائد اللواء حسن كان يثق مرة بعبد الهادي ويدرك يقينا ان شخص اذا اطلق النار ما يصيب الهدف نهائيا، وانه شخص ذكي جدا ويعرف الشيء اللي راح يسويه، وانه اذا اقدم على الموت يقدم وما يخاف. وبالفعل سمح له انه هو يروح، ولكن عبد الهادي طلب من قائد اللواء طلب بسيط، قال له انا ابغى منك بس انك تخلي بعض الجنود يطلعون من الثكنه ويرجعون، علشان القناص الاسرائيلي اللي قاعد يشوفنا صار يصير مشغول مره ومنتبه على الثكنه العسكريه، وانا اجي وباغته من الخلف. وبالفعل طلع عبد الهادي وبدا يتسلل حبه حبه الى ان وصل الى هذا العسكري، وكان هذا العسكري مصوب على الثكنه وكان يدور عساكر سعوديين علشان يقوم يقتلهم. ولكن عبد الهادي انصدم ودرى ان القناص هذه بالحقيقة مو قناص، هو قناصة، وكانت ضابطة إسرائيلية ورتبتها ملازم. فراح أخذها وأخذ السلاح حقه وقام بخنقه، أخذها ووداها إلى أن وصل فيها إلى الثكنة العسكرية وسلمها. مع مرور الوقت انتهت الهدنة اللي بينهم. زي ما قلت لكم في البداية إن كان في شخص اسمه عزم الشمري، وكان هو صديق عبد الهادي العنزي. عزم الشمري كان عنده أخت اسمها عنقة، والعرب أول كانوا لما يجون يبون ينتخون بأحد يقول مثلاً والله لقتل فلان وأنا أخو منيرة. فكان عزم الشمري إذا كان بينتخي أحد ينتخي بأخت عنقة، فكان يقول والله لسوي مثلاً الشيء فلاني وأنا أخو عنقة. كان دائماً عبد الهادي العنزي يرد يقول وأنا أخو عنقة الثاني، من كثر ما
كان يحب صديقه عزم الشمري ويعتبره أخوه. ومع مرور الوقت حصلت معارك واشتباكات كثيرة، وكان من ضمن الأشياء اللي حصلت إن خوية عزم الشمري جاته إصابة، صاير طول الوقت ماخذ خوية المصاب وشايل على ظهره وقاعد يمشي ويدور علشان يوصل للثكنة العسكرية ويأخذونه ويعالجونه. وهو كان في طريقه بعض الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار ودخلت رصاصة في كتف عبد الهادي العنزي، وعبد الهادي استطاع إنه هو يباغتهم وإنه يبتعد عنهم، إنه وقتها هو أصلاً مو فاضيلهم وهو كان يعالج خوية اللي هو أصلاً يفدي في روحه ودمه كله. على الرغم من عبد الهادي جاته إصابة بكتفه إلا إنه ما كان حاس بالإصابة وما أدرك ولا ركز ان عنده إصابة إلا لما نظر إلى قدمه تكربون واكتشف ان الدم اللي من كتفه واصل إلى قدمه. هنا أدرك يقين ان إصابته خطيرة وانه لازم يتعالج مع خويه، وبالفعل تعالج مع خويه عزم الشمري واستطاع انهم يخرجون الرصاصة ويعالجونه. وبعد ما عالجوه قال لهم يا جماعة الخير انا بيرجع الجبهة القتال، وبالفعل رجعوه إلى الجبهة. وحصلت واحدة من المعارك اللي انهزموا فيها العرب، وللأسف الشديد ان أسر تقريبا يقال 150 عربي والبعض يقول 350، عموما كان عددهم فوق 100 شخص وكان من ضمنهم 40 شخص سعودي. وقام الإسرائيليين بسجنهم في سجن يبعد عن الحدود الأردنية تقريبا 5 كيلو، يعني مدة مو مرة كبيرة، مسافة ما كانت مرة بعيدة من الحدود الأردنية والسجن هذا. كان هذا السجن باختصار فيه شفتات، يعني أو خلينا نقول فيه مناوبات، في الصباح يمسكونه جنود وبالليل يمسكونه جنود. كان عبد الهادي مو عاجب الوضع في السجن لأنه كانوا يتعرضون للذل والضرب والإهانة والسب والشتم من قبل اليهود، وهذا الشيء اللي كان قاهرة، يعني حنا في دولة عربية وبين عرب وهنا واحد محتل هذه الأرض، كان هذا الشيء مره مستفزه. وكانوا ينضربون كثير من الجنود. عبد الهادي كان ذكي جدا وكان داهيه، وحاول انه يتعلم بعض الكلمات العبريه علشان يحاول يسولف مع الجنود الاسرائيليين، وبالفعل كان يسولف معاهم وياخذ ويعطي الى ان استانسوا عليه. وتعرفون الجنود الاسرائيليين كانوا يحرسون السجن طول الوقت فكانوا يملون. مع مرور الوقت صاروا يثقون بعبد الهادي وكانوا يعتقدون انه مجرد جندي مغفل او جاهل وما يعرف شيء، فصاروا ياخذونه ولكن يكللون يده ورجوله تكرمون بالسلاسل ويخلونه يقعد معهم يسولف ويضحكون معاه ويعلمونه عبري ويعلمهم عربي شوي وياخذون يعطون مع بعض. في يوم من الايام احد المناوبات كان في شخص ماسك السجن وكان هو جندي اسرائيلي، ولكن هذه المره كان ماسك الحاله لان بالعاده يمسكون اثنين، لكن هذه المره كان في واحد ما هو موجود وكان اللي ماسكه جندي واحد. وكان اخو عنقه كالعاده قاعد مع هذا الجندي وياخذ ويعطي ويضحك معاه ويحاول انه يستدرجه. كانوا الجنود الاسرائيليين يعني مع مرور الوقت صاروا يثقون فيه، يقولون انهم كانوا مسجونين لمده تقريبا شهر و18 يوم، طبعا مده طويله، وصاروا يتعرفون ياخذون يعطون معه كل يوم وصاروا يثقون فيه. اخو عنقه هو يسولف مع الجندي الاسرائيلي قال له انا ابغاك تسوي لي يعني المشي العسكريه حقتكم في السلاح وكذا. الجندي الاسرائيلي اخذ السلاح وبدا يمشي بالمشي العسكري ويسوي الحركات وكذا. الاسرائيلي ذبح الفضول فقال له يا اخي انت لما توريني المشي العسكري السعوديه؟ فقال له اخو عنقه انا ما عندي مشكله اني انا اسوي هذا الشيء، ولكن بشرط يعني عطني سلاح لاني ما اعرف اسويها بدون سلاح. فتردد شوي الجندي الاسرائيلي، ولكن الجندي الاسرائيلي راح شال مخزن ذخيره وقال له تفضل السلاح. السلاح هذا يا جماعه الخير كان سلاح من النوع اللي فيه حربه في راس السلاح. من زمان يوم كنا نلعب كول اوف ديوتي كان في سلاح على راسه حربه او سكين، وكنا نستخدم هذا السلاح كثير لانه كان مره رهيب ما انساه صراحه. اخذ السلاح وبدا يمشي بالمشي العسكري ويسوي حركات، واخذ رأس السلاح الحربة وطعن فيها الجندي الإسرائيلي واستطاع أن يقتله. راح وأخذ مخزون السلاح والمخزن حق الرصاص ودخله في السلاح، كمان أخذ المفاتيح وبدأ يركض لأنه متوجه للزنزانة، لين شاف مجموعة من الجنود الإسرائيليين واستطاع أن يقتلهم كلهم. وصل إلى الزنزانة، ويوم جاء عندهم العرب ما كانوا مصدقين، كانوا منصدمين مرة من الشيء اللي صاير وما كانوا مقتنعين بالشيء اللي سواه. أحفك الأبواب واستطاع أن يحررهم كلهم، وكان قاعد ينتظرهم واحد واحد، كان رافض بأبدا أنه يطلع من السجن لأنه يكون آخر واحد يطلع علشان لو كان في مصابين ولا مرضى هو اللي يشيلهم وياخذهم. بعد ما تأكد أن كلهم هربوا شال مجموعة من الأسلحة على ظهره وهو مكلل بالسلاسل، وراح وهرب مع الجنود العرب إلى أن وصلوا إلى منطقة قريبة مرة من الحدود الأردنية. ولكن قال لهم يا جماعة الخير لحد يتوجه الى الحدود لان الجيش الاردني اذا شافنا حنا راح يعتقد ان حنا جنود اسرائيليين وراح يقتلونا، فخلينا على الاقل نتخبى في هذا الجبل وبدون ما احد يشوفنا، واذا جاء الصباح طلعنا رايه بيضه او زي ما يقول لك نفك ملابسنا او الفناي اللي عندنا ونرفع رايه بيضه ونلوح فيها عشان الجنود الاردنيين يشوفونا ويدرون ان حنا عرب. بالفعل يوم استطاعوا انه يهربون اعلن الجيش الاسرائيلي خلال الاذاعه ان الاسرى العرب استطاعوا انهم يهربون من السجن، وان في اسير سعودي هو اللي هرب المساجين. مدرت المملكه العربيه عن هذا الشيء تبحث عنه بقدر المستطاع ويحاولون يجيبونه، إلى أن جاء الصباح وبدأ يرفعون الرايات البيضاء واقتربوا من الحدود الأردنية ولوحوا فيها، استطاعوا أنهم يأخذونهم، وقال أنه حرر 350 سجين. وبعض الأشخاص يقول العدد مبالغ فيه، كان عددهم 150، بعض يقول 140، ولكن المؤكد 100% أن عددهم فوق 100 شخص، وكان يعني ترى العدد مهين، العدد مرة كبير. وحتى أنه يوم رجع من السفر وصل إلى الرياض استقبل الملك فيصل اللي كان وزير الخارجية وقتها. يعني أخو عنقه كان يسلم على الملك فيصل والملك فيصل حضنه، فقعد يبكي أخو عنقه من الشيء اللي صار له، يعني انه كيف استقبال الملك فيصل له، وقال للملك فيصل اطلب الطلب اللي تبيه وانه ما راح يقصر معه. للتوضيح بس هذه القصه يا جماعه الخير
تعتبر نوعا ما مصادرها قليلة، لأنها قصة يعني مهي بموثقة بمصادر كثيرة، أغلب مصادرها مصادر قليلة ومصادر محلية وصحف محلية. أنا جبت الكلام هذا على حسب بعض المصادر، طبعا ممكن يكون في أخطاء، ممكن يكون في شيء، بس الأخطاء إذا في 100% بإذن الله تعالى الأخطاء مو مني، من المصادر. أنا يعني بحثت بما فيه الكفاية صراحة، ولكن المصادر مرة ضعيفة وقليلة، وأغلبهم كاتبين مقالات عن صحف محلية، يعني مو صحف معروفة صراحة. أغلب الصحف أول مرة أشوفها، أو أغلب المواقع يعني. أتمنى القصة عجبتكم، إذا عجبتكم لا تنسون تضغطون على زر لايك، تشتركون وتفعلون زر التنبيهات، وعادي إذا نشرت القصة عند أخوياك بكون يعني متشكر لك جدا جدا. شكرا لكم، وحييكم أينما كنتم وأينما تكونون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.